معناها من حيث الإجمال، الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصدعوا بأصل من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالرسل وبما أنزل الله عليهم. فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهي الصحف، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام، لكن تلك الكتب نؤمن بها مع أنه ليس لدينا دليل على التصريح بهذه الكتب، وأمرنا أن نؤمن بما أوتي موسى وعيسى من الآيات الشرعية. التوراة أنزلت على من؟ على موسى، والإنجيل على عيسى، وما أوتي هذان النبيان من الأمور الأخرى من العصا التي كانت لموسى، من إبراء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى. ثم لما كان الأنبياء كثر، وليعلم أن الأنبياء عددهم كما جاء في الحديث الذي لا بأس به عند أحمد أن عددهم 124,000، فكل رسول يكون رسولا نبيا، وأما النبي فيكون نبيا فقط، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ثم لما كان الرسل كثر قال: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، فيجب الإيمان بجميع الرسل. ثم أثبت هؤلاء المؤمنون الإخلاص لله عز وجل وحده في هذا الإسلام ظاهرا وباطنا.